التقى اليوم كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي دكتور إبراهيم حسين طه ووزير التخطيط التنموي أنجيتو، التقيا بسفراء الدول المعتمدين لدى البلاد ومثلي المنظمات الدولية. الهدف من اللقاء هو إخطار الدبلوماسيين باللمسات الأخيرة لاستعداد البلاد في قمة باريس حول التنمية التي ستنعقد في شهر سبتمبر المقبل. محمد طاهر صالح والمزيد من التفاصيل. استعدادا للخطة الوطنية للتنمية التي أطلقتها تشاد حتى عام 2030 وتمهيدا للطاولة المستديرة حول التنمية التي دعت إليها تشاد والتي تعقد بالعاصمة الفرنسية باريس في 6 حتى 8 من سبتمبر المقبل، جاء هذا الاجتماع التنويري الذي ضم ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد وممثلي المنظمات الدولية بهدف التحضير والمشاركة في طاولة باريس المستديرة حول التنمية في تشاد، ومشاركة كل القطاعات التنموية والاقتصادية ورفع التحديات وتخفيف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العالم على وجه العموم وتشاد على وجه الخصوص. وزير الشؤون الخارجية إبراهيم حسين طه لدى مخاطبته الدبلوماسيين حول الخطة الوطنية للتنمية شرح للحضور مدى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تناقش بين هذه الطاولة المستديرة والمشاركة الفاعلة للشركاء التنمويين بغية نجاح المشروع الحيوي وانعكاساته نحو التنمية. من جانبه وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي جيتو ترينايمباي طلب من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحكومية وشركاء التنمية دعم هذه الطاولة ومشاركة بلدانهم وتشجيعهم في الاستثمارات في تشاد، لأن تشاد بلد خصب ومفتوح لصالح الاستثمارات في شتى المجالات وفتح الفرص أمام السلع التشادية المنتجة وتسويقها في الخارج، موضحا أن هناك أكثر من 300 دعوة للمستثمرين والممولين الدوليين، وكذا الفاعلين الاقتصاديين بأن مجالات الاستثمار مفتوحة في الثروة الحيوانية والزراعة وقطاع الطاقة والنفط والمعادن والبيئة والسياحة وتطوير حرفة الصيد والاستثمار في مجالات الصناعات والنقل والتقنيات. وأوضح بعض شركاء التنمية والممولين الدوليين بأنهم على استعداد لجلب الفرص الاستثمارية والمساهمة في التنمية لتحقيق الرؤية التنموية الشاملة التي وضعتها تشاد حتى عام 2030. وعلى هامش اللقاء فقد صرح وزير الخارجية إبراهيم حسين طه عن أهم النقاط التي نقشت خلال هذه الجلسة. الهدف هو دعوة للجميع إلى السفراء الممثلين في بلادنا والمنظمات الدولية الموجودة في تشاد أن يحضروا في هذا المؤتمر اللي ينعقد في باريس من 6 إلى 8 سبتمبر اللي جاي. هو طبعا مؤتمر مهم، اجتماع مهم، وكان لنا الفرصة لندعي ممثلين الدول في هذا اللقاء اليوم اللي انعقد معي ومع زميلي وزير الاقتصاد والتنمية. فكان من دورنا أن نبلغ هذول السفراء وهذول الممثلين لوجودهم، نشكرهم لوجودهم اللي حضروا معنا، كان كثيف الحقيقة، وحبينا أن ينقلوا لدولهم دعوة تشاد لهدوء لهذا الاجتماع اللي يعقد في باريس من يوم 6 إلى يوم 8.